الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر إلى تعزيز علاقات التعاون مع صربيا في كافة المجالات. الصحة تعلن إصدار 1.6 مليون قرار علاج على نفقات الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وزير القوى العاملة يعلن أن السبت القادم أجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. موجز الظهيرة، مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطلع مصر إلى تعزيز علاقات التعاون مع صربيا في كافة المجالات، وذلك في ضوء ما يربط البلدين من علاقات تاريخية ثرية، سواء على المستوى الثنائي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في العام 1908 أو على المستوى متعدد الأطراف من خلال دورهما البارز في تأسيس حركة عدم الانحياز. وأشار الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الصربي إلى أن الرؤى توافقت مع الرئيس الصربي خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية المشاورات السياسية بين البلدين واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي، وذلك لأهميتها في دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل التجاري في المنتجات الزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتية. ونوه الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن المباحثات تناولت أيضا جهود مصر في حشد المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ، وهو ما انعكس في حرص مصر على استضافة قمة المناخ العالمية في نوفمبر القادم بشرم الشيخ. وقال الرئيس السيسي للرئيس الصربي: نتطلع لمشاركة فخاماتكم فيها في سبيل المساهمة في وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وصربيا على هامش زيارته إلى العاصمة الصربية بلغراد. وتم توقيع اتفاقية بين مصر وصربيا في مجالات التعليم العالي في الفترة من 2022 وحتى 2025، حيث وقع الاتفاقية من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ومن الجانب الصربي النائب الأول لرئيسة مجلس الوزراء ووزير التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية الصربية برانكو روزيتش. كما قلد الرئيس الصربي الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام جمهورية صربيا. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدارها 1,694,467 قرار علاج على نفقة الدولة، وذلك منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى نهاية يونيو الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 6,337,851,000 جنيه. وبمناسبة حلول ثورة 23 يوليو المجيدة، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان بأن السبت المقبل أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو. وقال الوزير إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد أجازة عيد ثورة يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. انتهى موجز الظهيرة، إلى اللقاء.